حينما يقهر أحدهم ثم يموت نقول في حديثنا اليومي مات فلان من القهر، وحينما يصاب أحدهم بجلطة كثيرا ما نسمع عبارة جلط من الزعل، وحينما يحاصر الحزن الإنسان يشعر بضغط على صدره. فما علاقة الحزن والاكتئاب والقلق في صحة القلب؟ ما متلازمة القلب المنكسر من ناحية الصحة الجسدية؟ سنناقش هذا الموضوع مع استشاري أمراض القلب وكهربة القلب والقسطرة التداخلية دكتور محمد حجيري. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلاً محمد. سهلاً. الله يسعدك. يعني الله لا يجيب حزن أولاً. بس فعليا هل هناك مرض أو متلازمة تسمى متلازمة القلب المنكسر؟ صحيح، تاكاتسوبو أو متلازمة القلب المنكسر Broken Heart Syndrome هي actually مرض حقيقي. القلب بصيبه ضعف شديد نتيجة زعل صار مع الشخص، وهذا الزعل يعني هو نسبي من شخص لشخص. يعني في ناس، يعني في مريضة مرة اجتنا لأنه هي كانت من أيرلند وفريق كرة القدم خسر من بريطانيا فزعلت كثير، فاجت على الطوارئ وكان عندها ضعف شديد بعضلة القلب، فكرنا أنه عندها جلطة. القسطرة كانت طبيعية بس القلب العضلة عندها ما كانت تشتغل منيح. ولكن يعني بيكون في هناك يعني اختلاف ما بين الوضع السابق لمرحلة الزعل وما بين الوضع اللاحق، فبالتالي هذا هو المسبب الرئيسي. صحيح بالضبط. طيب عندما نتعامل مع فكرة الحزن، يعني هناك الكثير من الأمور التي ممكن أن تتقاطع، يعني البانيك زي ما بيقولوا، أو يعني حالة الهلع اللي ممكن يصيب الإنسان، فكرة الاكتئاب على مدار فترات طويلة، متلازمة القلب المنكسر، هل لها ملامح أو أعراض تختلف عن باقي مثلا الأسباب النفسية اللي ممكن أنها تكون هلا موجودة؟ هون اللي كتير مهم أنه إحنا نقدر نميز بين مثلا حالات الهلع اللي ما عم بتسبب ضعف عضلة القلب، بس البروكن هارت سيندروم بيكون مثلا صار في حالة طلاق، حالة وفاة، شغلة عملت تغيير زعل كبير يعني. تغيير كبير، بعدين المريض بصير في عنده وجع في صدره، بصير في عنده مش قادر يتنفس أو مش قادر يتنفس، بصير لما تمشي ممكن يكون في عندهم تنفيخ برجليهم. فعلى الفحص لما نفحص عضلة القلب بنلاقي أنه عضلة القلب بطلت الضخ زي ما كانت، يعني هي المفروض أنه يكون، لو بدنا نبسط الأمور ونحكيها زي سلندرات، زي المحرك سلندر لو كان 6 سلندر، يعني هيك دائما ببسطهم لمرضاي، بنشوف أنه العضلة صارت بس على 2 سلندرز بس، أنه بدل ما أنها تضخ الدم صارت ضعيفة، وهذا يعني بنشوفه برضو على تخطيط القلب والأمور هاي. بس مش كل واحد بزعل رح يصيبه ضعف عضلة القلب. هون دي أشوف من المرشح لهذا الموضوع. يعني النساء. تعرف إنه إحنا دائما بنفوت بدور الضحية، يعني مزبوط. ممكن نحكي إنه عندي المتلازمة من غير ما مزبوط. للاستفادة من فكرة ماذا يترتب عليها. صحيح. ولكن قبل ما تحكي لي بهذا الموضوع دكتور، ماذا يحدث للجسم علميا، يعني إن كان من ناحية إنزيمات، من ناحية أمور فسيولوجية، خلينا نحكي. هلا علميا بالضبط زيها زي الجلطة، بتشبه الجلطة كتير، يعني حتى بنشوف إنزيمات القلب بتكون في الدم. بس اللي المسبب انه في ناس بسبب غير معروف بيكون في عندهم زي ريسبتورز او مجسات عددها مستقبلات ريسبتورز موجوده في القلب عددها اكبر من الناس الثانيين، فعند الزعل لما ينفرز الهرمونات اللي لما نزعل او نعصب او نحزن او الامور هاي كلياتها، فهدول الريسبتورز هم اللي بتاثروا اكثر عند هدول الناس، فبيعملوا زي ضعف عضله القلب. هي النظريه اللي بالنسبة لشو مسبب هذا الموضوع. معناته عشان هيك هدول هم أكثر الناس المرشحين. صح. يعني هم حساسين زيادة، بس هم actually مش شغلة نفسية الموضوع، هم فعلا عندهم إشي عضوي بخليهم عرضة للتاكاتسوبو أكثر من غيرهم. طب كيف ممكن نعرف أنه هؤلاء الأشخاص هم معرضين أو مرشحين؟ يعني هل الموضوع الجيني من الممكن أن يدخل؟ هل هناك أي أعراض على التعامل، حساسية زائدة مثلا؟ لأنه زي ما قلت هي مستقبلات، فبالتالي طول ما الأمور تمام يعني ممكن طول ما الأمور بالضبط. بس أي واحد بتعرض لزعل وصابه، يعني صار عنده ضيقة نفس، صار يشوف انتفاخ برجليه، صار عنده وجع بصدره، ما يهمل الموضوع، لأنه بالرغم أنه معظم الناس بيطيبوا من البروكن هارت سيندروم والقلب يتعافى مع الأدوى ومع الأمور هاي كلياتها، بس في برضو نسبة ممكن أنه تنتكس يعني بيعين عليك بالضبط، تنتكس ويصيرها ويصيبها مرض قلب والأمور هاي كلياتها. هذا بأي فئة عمرية ممكن أنه يصير ولا عادة؟ صحيح. أنا بتعرف الكبار بالعمر بنصير خايفين عليهم أكثر بالضبط، وبصير تعاطيهم وحساسيتهم أيضا لبعض الأمور أكبر. صح. بكثير. فهل الفئات العمرية ممكن أنها تستجيب لهذا الموضوع؟ هلا هاي أنا شفتها من خبرتي، شفتها ب
كل الفئات العمرية بنشوفها بالكبار. يعني بعطيك مثال ثاني، مرة ست دخلت عندها بسة سوداء، فلما شافتها عيونها تضوي بالليل صابها سفير، صابها وجع بصدرها وخافت. يعني هي صارت صدمة هون أكثر، صارتها صدمة. فلما اجتنا على الطوارئ برضو نفس الشيء. فيعني انت قارنيها بالمشاكل الحقيقية اللي بتصير من وفاة، من حزن، من أمور هاي كلياتها، خصوصي بمجتمعنا. مجتمع عاطفي اصلا. بالضبط، احنا بالاصل مجتمع عاطفي. يعني هذا الموضوع. طيب الى اي مدى انتشار هذه المتلازمه برايك؟ وهل هي فعلا في دراسات او ارقام عكست الواقع الحقيقي لتعاملنا بهذا الموضوع؟ هي مش كثير منتشره، يعني اتس نوت فيري كومن انه الواحد منتشره كتشخيص، ولا مش منتشره كحالات فعليه؟ لا كتشخيص. يمكن معظم الناس اللي بصيبهم هاي الحاله ما بيروحوا على المستشفى، فصعب انه في المجتمع الاردني عندنا نعرف شو الديتا الاصليه للناس اللي عندهم تاكتسوبو. بس يعني صعب انه نقيم قد ايه عدد الناس، خصوصي زي ما حكيتي انه احنا مجتمعنا عاطفي. بس مع هيك حتى لو نسبه صغيره، لانه القلب ممكن يضعف وممكن يصير في عنده شغلات خطره، ضروري اي واحد بصيبه هاي الاعراض ما يهملها، خصوصي كبار السن، لانه كبار السن ممكن تكون جلطه حقيقيه. وبدي بس نميز بين الجلطه الحقيقيه وبين هاي، انه شرايين الشخص اللي بصيبه تاكتسوبا بتكون طبيعيه، فالقسطره بتكون طبيعيه تماما، بس بنشوف انه القلب صاير فيه زي شكله اختلف شوي. ولكن يعني انت يعني كما ذكر دكتور انه الاعراض للجلطه يعني شبيهه جدا، شبيهه بالضبط. ما الاختلاف اللي ممكن انه نلاحظه في هذا؟ القسطره بتكون طبيعيه، وشكل القلب لما يضعف وزي بصير انتفاخ بالقلب في المنطقه معينه من القلب، بتبين انها ما doesn't follow شريان معين. الجلطات المشاكل بالشرايين بتكون مثلا الشريان الامامي، الشريان السفلي، فبنشوف ضعف عضله القلب بهاي الناحيه، بينما هاي بتكون مختلفة. عندما نتعامل مع أيضا يعني فكرة الحزن، الجلطة بنعرف أنه هي لحظة معينة بتصيب الإنسان، الجلطة أو تخثر صحيح الدم في الأوعية، ولكن فكرة متلازمة القلب المنكسرة هل من الممكن أن تكون على مدار فترة زمنية أكبر؟ عادة هي بتكون أكيوت، يعني شغلة صارت عملت تريجر ضعفت القلب يعني بنفس اللحظة. بالضبط، عادة بتكون هيك، ما بتكون بس يعني بدنا المفروض يمكن دراسات أكثر على موضوع الحزن المستمر الكرونيك، إذا برضه بيعمل ضعف عضلة القلب أو لا. بس عادة بسألوني الوحدة بتعمل متلازمة قلب منكسر؟ أي شيء تأثيره النفسي عالي عند الناس المعينين هدول ممكن يعمل بروكن هارت سيندروم. أي شيء يعني قلت لك، يعني زي المثل كتير تافه إنه فريق كرة القدم تبعها خسر، زعلت كثير فصابها التاكتسوبو، وقيسي عليها شخص زوجته ماتت، امورها كلياتها عملت. عشان هيك يمكن يعني فكره انه الخوف دائما على العائله او على ابلاغ شخص معين بحادثه معينه هي ليست مهمه سهله، يمكن خوفا توارثنا فكره انه لن يكون استقبالها بالشكل يعني المعروف بالزبط. شو ممكن تكون تبعات هذا بالزبط. الموضوع، ولكن تبقى فكره انه يجب ان نتعامل بشكل او باخر مع الشخص. في اشخاص كثير من الممكن انه نجبر نتعامل معهم وهم يعانوا من هذه الحاله. صحيح. فهل بروتوكول العلاج بيكون سريري بالدرجه الاولى ولا نفسي؟ يعني لا هو سريري، يعني بصير في ضعف عضله القلب فبنعالجه زيه زي اي حدا ثاني. ولكن يعني الحاله النفسيه مش ممكن ان تزيد؟ طبعا الحاله طبعا لازم نحاول انه اول شيء بنعالج القلب، نعطيه الادويه اللي هي بتساعد على التخلص من ضعف عضله القلب، على تقويه القلب. في كثير ادويه بنعطيها للمريض عشان نتابع المريض على مدار 3 شهور لحتى نشوف اذا صار في تحسن او لا. هلا لو ما صار في تحسن ممكن حتى نضطر نحط لهم جهاز لمساعده القلب، لتقويه القلب. فهي علاجها بيكون زيها زي اي ضعف بعضله القلب موجود، بس معظم هاي الحالات بتطيب لحالها. يعني بنعطيهم الادويه وبعد كم من شهر بيرجع القلب طبيعي، بس معظمها مش كلها. ففي ناس رح يضل عندهم ضعف عضله القلب ورح يمشوا للاسف
بمشوار الضعف عضلة القلب من ناحية الأدوية ومن ناحية الأجهزة والأمور هاي اللي كتير صعبة على المريض وعلى العائلة. إذن فكرة أن يكون من إيش اسمها هي المتلازمة؟ تاكاتسوبو أو بروكن هارت سيندروم. تاكاتسوبو. تاكاتسوبو. حتى اسمها درامي. إلى حد ما. هي جاي من الثقافة اليابانية تاكاتسوبو اللي هي كانوا بصيدوا الأخطبوط فالقلب بتوسع بطريقة فبيكون شكله زي مصيدة الأخطبوط. هي جاي من كلمة يابانية. ولكن ما يعني شو الشيء المشترك ما بين الاخطبوط او قلب الاخطبوط او مصيدة القلوب؟ يعني فكرة انه القلب يدخل في مصيدة يمكن بالضبط يعني زي مثل شوية دراما بشكل سريع دكتور، هل بيكون الشخص معرض لجلطات بالمستقبل اكثر؟ لا ما لها علاقة، يعني ما لها علاقة بالشرايين، لانه هذول الناس بيكون شرايينهم طبيعية على القسطرة، فمش هم المسبب في ضعف عضلة القلب. يعني الله لا يجيب الحزن مرة أمين. أخرى، ولكن للأسف يعني أحيانا بتكون الحياة صعبة على بعض الأشخاص، صعبة على يعني كل الأشخاص صاروا معرضين، الحزن متراكم. صحيح. صار للأسف. صحيح. ولكن شكرا لوجودك معنا اليوم دكتور محمد إحجاري، استشاري أمراض القلب وكهربة القلب والقسطرة التدخلية. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. يسعدك، شكرا كثير.